انا عايز استغل وقتي مع حضرتك واسالك على مباراه السوبر المصري، المباراه الكبيره بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادمه ان شاء الله يا كابتن اشرف. رايك فيها ايه ان شاء الله؟ الطريق هنا فيها هيبقى عامل ازاي؟ تطرقت الموضوع جميل قوي، احب اتكلم فيه. الاهلي والزمالك، اتفضل. عارف مصر كل حاجه حلوه في مصر، ومن احلى الحاجات اللي في مصر الاهلي والزمالك. الهرم الرابع تراث، شيء عظيم، وبحيي الاسطوره محمود الخطيب، وبحيي الاسطوره مرتضى منصور. العظماء بتوعنا الكبار دول، الكبار بتوعنا دول اصحابي وقدوه، انا بعتبرهم اخواتي الكبار. ماسكين الموضوع صح، الاهلي والزمالك ده دي مسؤوليتنا كلنا، تراث بنحافظ عليه، لازم يبقوا في التوب على طول. يعني انت ماتش الديربي الاهلي والزمالك ده من واحنا لسه في سته ابتدائي، الاهلي والزمالك، فالناس دي عظماء ومحافظين على الكيان ده، وربنا يبارك لهم يا رب. وما ينفعش جمله كده سريعه، ما ينفعش نختلف، لا خالص ما ينفعش، ما ينفعش يبقى في خلاف. احنا كلنا بنبني تحت قياده رئيس عظيم، قائد عظيم، محنك مصري على اعلى مستوى، متمكن جدا، الرئيس السيسي. كلنا بنبني، ما فيش مجال لواحد دلوقتي ما يقفش معانا، كلنا هنقف نبني ونبني مصر العظيمه اللي هي ما فيش في العالم زيها. فالاهلي والزمالك ماتش رائع. الزمالك خد الدوري للماتش السنه اللي فاتت والسنه قبلها، فنيا الزمالك اعلى، كامكانيات اعلى، لانهم والمدرب كبير قوي، المدرب فيينا متمكن جدا. وفي كمان شخص احب اديله حقه بالنسبه لنادي الزمالك، اسمه امير مرتضى منصور. ده راجل، ده ذكاء حد، ده يدير الاتحاد الدولي، يخرب بيت جماله. ده شخص من اجمل ما يكون. فده عمل المنظومه ماشيه حلو قوي. النادي الاهلي كبير وتقيل، وجمهور من اعظم ما يكون، وفرقه من اقوى ما يكون. يضيف بقى من النادي الاهلي العين بتاعت محمود الخطيب، ده اعظم لاعب في العالم. والله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا اللي بتكلم، اشرف شاكر اللي بيتكلم، انا شفت لعيب في العالم كله، ما فيش زي محمود الخطيب ابدا. اعلى قدرات في العالم، اعلى مهاره في العالم، بس طبعا حظه لا كان في احتراف، ومنتخب مصر اللي هو كان من العظماء ما كانوا بيلعبوا ماتش ودي، بيروحوا يلعبوا مع مصنع 36 حربي. فما يعني اتظلموا، كانوا بياخدوا جنيه في اليوم بدل سفر. يعني الجيل والجيل ده كله موضوع الفلوس بالنسبه لهم اخر حاجه فكروا فيها حقيقه يعني. فدول عظماء وجمال، وهنحافظ كلنا على تراث الاهلي والزمالك، وهتبقى مباراه من امتع ما يكون. اتمنى ان كابتن محمود الخطيب والاستاذ مرتضى منصور قاعدين جنب بعض، والاستاذ مرتضى منصور ده شخص، ده خد بالك، ده زي قلبه زي البافته البيضاء، ده راجل من اجمل ما يكون، يقول الاذاعه ويتخانقوا وتلاقيه قلبه صافي جدا. فاحنا كلنا اخوات. توقعاتك للمباراه يا كابتن اشرف، توقعاتك مين يفوز بهذه المواجهه؟ توقعاتك مين يفوز بهذه المواجهه، اهلي ولا زمالك؟ هقول لك حاجه على المستوى الفني. زي ما انت سالت سؤال، في نادي الزمالك في لاعب يعد من اعظم لعيبه في العالم، شيكابالا. ده ملوش حل. بستغرب ازاي المنتخب ما خدوش. وكان في لعيب عنده اسمه محمد ابراهيم، من اعظم لعيبه في العالم، ما اعرفش هو اختفى. لاعب سيراميكا كليوباترا حاليا. سيراميكا كليوباترا ده من اعظم لعيبه في العالم، بيلعب في اي نادي في اوروبا. من انديه كبيره كمان. فشيكابالا محور مكسب. كل لمسه بيلمسها زي صلاح كده، فيها تاكتكس، فيها خطوره، بينجز. كل التمرير بتاعه ايجابي، فهو الكفه الرابحه او الورقه الرابحه لنادي الزمالك. نادي الاهلي منظومه منظمه جدا، وعندهم تركيز جدا، بس راح منهم حاجه برضو احب اتكلم فيها. عماد متعب. عماد متعب ده ابني، انا بعزه معزه خاصه، لان ده انا حضرته في كاس العالم 2003، جاب جول عالمي، جول يدرس زي جوال صلاح كده في انجلترا. طبعا عمل واحد موقف، واحد ضد واحد، وبعدين عمل ستوب، واحد ضد اثنين، كاس العالم للشباب، واحد ضد خمسه عمل ستوب، وبعدين واحد ضد 30 وعمل ستوب. ده ملوش حل، ده كل صحفيين العالم كانوا بيتكلموا على الجول ده. فكان الطبيعي عماد متعب يمشي في التسلسل الطبيعي، يطلع منتخب اول، يبقى حارس، يبقى مدرب منتخب، سوري، يبقى راس حرب منتخب مصر الاول. فضل مع النادي الاهلي، ما جت فرصه الاحتراف، طبعا دي مشكله هنا احب اتكلم فيها واضحه وعلى مسؤوليتنا. الغي اي حد يفكر يودي احتراف تركيا، انت بتبوظ اللاعب، يبقى كبارة اللعيبه الايجنت بتوعنا ما يعرفوش غير تركيا وبلجيكا. لا في حاجه اسمها اوروبا، في حاجه اسمها انجلترا، في حاجه اسمها ايطاليا، اسبانيا، المانيا.
كل لاعب توديه تركيا بيخلص بيبطل زي عمرو زكي. عمرو زكي كمان من الاساطير بيبطل. لا هنوقف بقى القصه دي شويه ونعيد النظر في الايشن. كابتن اشرف، كابتن اشرف مين هيفوز بالمباراه يوم الجمعه؟ اللي هيلعب كويس. اللي هيلعب افضل. انت شايف مين شايف مين فنيا له افضليه؟ الفرقتين دول جامدين قوي طبعا، يعني في فرقتين يستاهلوا الجمال المتعه. الاهلي والزمالك لو مثلا هنقول الزمالك كسب دوري سنتين ورا بعض ويجي في ماتش زي ده الوضع مختلف تمام. بطوله بطوله لوحدها يعني ملهاش مقاييس مين احسن مين صحيح. افضل صحيح. مين فنيا صحيح. انما دايما ماتش الاهلي والزمالك ده بيبقى لعب مفتوح صحيح. بيبقى مور فان يعني الناس كلها بتستمتع. بس برضه ليا نقطه عايز اعقب عليها، احنا ما بنعرفش لسه نسوق الاهلي والزمالك. ما بنعرفش نسوقهم يعني لازم الاهلي والزمالك ده حاجه شيء عظيم جدا. يعني ادي مثل مانشستر يونايتد ارسنال لما بيجوا يعملوا الموارد بتاعتهم في حاجه اسمها وضع ادبي اللي هو يبيع التيشيرت، بيعمل تيشيرت اكسكلوزيف حصري يبيع التيشيرت لانصار نادي ارسنال. فده دخل ثابت كل سنه. نفسي الاهلي والزمالك يوصلوا صح. يوصلوا صح. حضرتك عندك حق في موضوع الامور التسويقيه وتحديدا موضوع التيشيرتات دي زي ما بيحصل في اوروبا وفي العالم كله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بفارغ الصبر مستني حضرتك ترجع مصر التقي حضرتك في حوار مطول جدا واستمتع جدا بهذا والله. الحديث الرائع الرائع والمفيد جدا من معلقنا الكبير التاريخي كابتن اشرف شاكر. انا بشكر حضرتك.